بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هناخد تفاضل الدوال المثلثيه او derivatives of trigonometric functions. احنا خدنا الساين والكوزين لوحدهم، قلنا ان احنا الدي باي دي اكس ساين of x بتساوي cosine of x، وخدنا ان d by dx cosine of x بتساوي سالب sine of x، وخدنا d by dx tan of x بتساوي sec square of x. دول خدناهم في فيديو لوحدهم، ودي خدناها في فيديو بتاع البوشن ترابل. ان شاء الله النهاردة هناخد التفاضل بتاع المقلوبات بتاعة الدوال دول. احنا عارفين ان واحد على ساين اكس بتساوي الكوسك اكس، اللي احنا بنكتبها كده كوسك اكس، واحد على كوزين اكس بتساوي السيك اكس، وعندك واحد على التان اكس بتساوي الكوتان اكس. طبعا اسهل طريقة نستنتج بيهم او نستنتج بيها التفاضل بتاع التلات دوال دول ان احنا نستخدم الكوشنت رول، وبالتالي نبدا بالساين او واحد على الساين عندك الكوسيك اكس. لو احنا عايزين نجيب التفاضل بتاعها فدي هي نفسها التفاضل بتاع واحد على الساين اكس، اللي هي نفسها المقام في مشتقة البسط هيبقى بصفر ناقص البسط اللي هو واحد في مشتقة المقام اللي هي مشتقة الساين بكوزين على المقام تربيع اللي هي ساين تربيع اكس. طبعا دي لما تختصرها هتلاقي ان انت عندك سالب كوزين اكس على ساين اكس مضروبة في واحد على ساين اكس. كوزين اكس على ساين اكس هي مقلوب التان اكس، انت عارف برضو ان التان اكس بتساوي ساين على كوزين، والكوتان اكس بتساوي واحد على التان اكس اللي هي واحد على المقدار ده، وبالتالي هتبقى كوزين اكس على ساين اكس، وبالتالي ده هيبقى سالب كوزين اكس على ساين اكس اللي هي كوتان اكس، واحد على ساين اكس اللي هي كوسيك اكس، وبالتالي تفاضل الكوسيك اكس بيساوي كوتان كوسك. اللي بعد كده سيك اكس التفاضل بتاعتها واحد على كوزين اكس، التفاضل بتاعتها اللي هي نفسها المقام في مشتقة البسط مشتقة البسط بصفر ناقص البسط اللي هو واحد في مشتقة المقام مشتقة الكوزين بسالب ساين، وبالتالي سالب في سالب بموجب هيبقى ساين اكس على المقام تربيع اللي هو كوزين تربيع اكس. نفس اللي احنا عملناه، ساين اكس هتاخدها مع كوزين من اللي تحت وتضرب في واحد على كوزين اكس. ساين على كوزين هيديك تان، واحد على كوزين اكس اللي هي سيك اكس.
اخر حاجه معانا اللي هي الكتان. تفاضل الكتان عندك كوزين اكس تقدر تجيبها بطريقتين. تعال نجيبها بالطريقه الاولى اللي هي 1/10 اكس. عندك المقام في مشتقه البسط هيديك 0 ناقص البسط اللي هو 1 في مشتقه التان اللي هي سيك تربيع اكس على المقام تربيع اللي هي تان اكس تربيع. بعد كده عايزين نختصر دي. انت عندك السيك اكس عباره عن 1/كوزين، وبالتالي ده هيبقى سالب 1/كوزين تربيع اكس. وعندك في المقام في تان تربيع اكس اللي هي عباره عن ساين تربيع اكس على كوزين تربيع اكس. فانت هنا هتلاقي ان الكوزين تربيع بتروح مع الكوزين تربيع، وبالتالي هيتفضل عندك سالب 1/ساين تربيع اكس اللي هي نفسها سالب كوسيك تربيع اكس. طبعا هتلاقي ان في حاجات شبه بعضها، يعني احنا هنا بنقول ان التان سيك تربيع الكوتان هيبقى سالب سيك تربيع. عندك الساين كوزين والكوزين سالب ساين، وعندك الكوسيك هتلاقيها بتساوي تان الكوسيك بتساوي سالب كوتان كوسيك، والسيك بتساوي تان سيك. طبعا لو انت استخدمت 1/10 اكس اللي هي نفسها الكوزين اكس على ساين اكس وفضلتها هيطلع معاك نفس الحاجة، حاول تجربها مع نفسك. المهم احنا دلوقتي كده جبنا التفاضل بتاع كل الدوال المثلثية اللي هم الست دوال، الدوال الأصلية اللي هي الساين والكوزين والتان والمقلوبات بتاعتهم اللي هي السك والكوسك والكوتان. إن شاء الله هنكمل في الفيديوهات الجاية. توفيق، السلام عليكم.